حمص القصير 30/4 آثار الدمار الذي خلفه الجيش الأسدي أثناء قصفه المدينة بالدبابات وقذائف الهاون. هذه بعض من آثار الدمار على المدارس. الله أكبر عليك يا بشار. اليوم حتى تمكنا من الدخول اليوم حتى تمكنا من الدخول إلى الوصول إلى هذه المنطقة، فهي مطلعة على قناص المشفى. الله أكبر عليك يا مشفى. الله أكبر عليك يا مشفى. أكبر عليك يا بشار. الله أكبر عليك يا بشار. هكذا أصبحت المدارس في عهد بشار.